راحت لبرينتي هنا. هو بالطبون هذا وجه البغله، هذا وجه الصباط، هذا وجه المنكوحه، هذا راس الطبسي، هذا راح يا ربك يضحك على الشعب وكل لكم دراهمكم وسرقكم يا البغل يا الحمر. وهذوك الدارك الدرك الدرك هذوك الحمر والبغل وكالي العدس، ان شاء الله ربك يزيدكم عدس على عدس في 100 سنه، تقعدوا تاكلوا العدس وتخراو وتبولوا العدس انتم والشرطه، هذوك الشرطه المنكوحين، هذوك ولاد المنكوحات، هذوك الحقارين اللي راهم حاكمين على خاوتنا راهم في الحبس، هذوك اللي راهم اجمع، هذوك اللي راهم في جماعه تيبازا وراهم في جماعه سوكهراس وجماعه هذيك الكل، ان شاء الله يا ربكم يحرقوكم كاملين، وحرق ولا قبايل وتبون اداكم البرينكس يا البرينكس الشعر تدخلوا منه تخرجوا من هي وتشوفوا البرينكس يا عمي تبون، عمي تبون هرت مع عبي تبون، اما لا عمي تبون يا ودي لكم قوقو العشيه ايش راطون العشاء يا ربكم حيلا الى المونديال القادم البرينكس القادم ان شاء الله يا رب ربي تنظموه في الجزائر وديروا الاربيط، ما تجيبوناش قسامه، يجيبوا لنا واحد الاربيط ان شاء الله جين من عندنا، ويجيبوا واحد الاربيط ان شاء الله باش تيرينا بيلانتي باه حنا بالك هكذا البرينكس بالك هما راهم حاسبينها اقصائيات على بالك تحسبوا راهم فاهمينها الاقتصاد الاقتصاد والسياسة وهما هما فاهمينها كيما نعرفي هاك راهم فاهمينها على بالك راه يبان لك يتبان لهم ملاير ويتبان لهم قهوة وراهم يبان لهم على بالك ياو او اسمع او قال لك راه نحتلوا روسيا وراه نحتلوا فرنسا اسمع الغاشي باش تشوف الشعب المبردع هذا البغل والحمر كيفاش ان شاء الله يتعاود وان شاء الله يتعاود الفار راني شت الفار باللي قاسوا لنا واحد اما لا المهم ان شاء الله بربي البرينكسات جايه ان شاء الله ما على باليش واش من قاره واش من دوله راح ينظموها وان شاء الله نلعبوا الفينال ونتاهلوا ان شاء الله هيا بقوا على خير والى اللقاء ان شاء الله بربي نجيب لكم ان شاء الله المطر الخطره الجايه ان شاء الله بارتاجوا اللايف بارتاجوا البغل والحمر بارتاجيوه البارتاج البارتاج دوب زويل بارطاجيو للزوايل اللي يجيو باه هكذا يتفرجوا عمي تبون اليوم من لان تراه في التلفاز قناه النهار والشروق اليوم سيتكلمون عن غلاء الاسعار في رمضان 2003 ربها اليوم التلفزيون كحل انوار ما تشوفش فيه واحد راجل ما يبانش ايا ابقوا على خير وتحياتي اه خويا سبيدي الله يحبك خويا سبيدي ارا تهلا لي في روحك اخويا اعطيك البصبع علاش يقلب خويا يا خويا الغبنه يا جدك الغبنه يا خويا المراركه خويا طلعوا عزيونا اخوتي مراركه طلعوا عزيونا اخوتي راه مليار ونص في الشاشه العزا في مصر يا جماعه بعد اذنكم لو سمحتوا عزا الجزائر في مصر يا جدعان بالله عليكم العزا يكون في مصر ويا عارضين عنا المصريين نجيو عندكم نعزيهم تعز فيهم عندنا ما تعزوش عندهم في اي عيد عندنا احنا العزا عندنا احنا ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ديروا 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 العدس للعشاء ديروا العدس او اللوبيا يا حماده حماده وغنعطيكم القديد هنعمل في العشاء والله الا الاخوان اسمح لي اخويا حماده اسمح لي والله الا لايف رائع تبارك الله عليكم الخوت كاملين ولكن المتابعين كبسوا شويه غير حميوا اللايف من الصين الله يرحم لكم الوالدين تفضلوا الاخوان كبسوا لنا شويه غير حمايه لللايف حمايه لللايف فقط يا اخويا امير كبسوا ولا تحبسوا دور القيس خويا طلعوا ناس يديروا التعازي بغينا المراركه خويا نسمعوا المراركه غير واحد الخادي انا بغيت نعزيهم في واحد الحاجه اغلى صوره في العالم كتسوى مليار ونص انا كتسحبني مليار ونص باش يدخلوا البريكس عارفين نفوسهم ما داخلينش عطاوها باش يتصور هذاك الرخيص هذاك الشيء علاش اغلى صوره في العالم يا عمي تعزي لا كان عزي يا خويا انا دعم مليار ونص ما تمسخروش بينا حما بوالديكم كيبا احنا رحنا الابعد احنا لعبناكم من الفينال في البريك هذا هاو تعزينا ولا تتشفى فينا لا انا جاي نعزيك ولكن نعزيك عاف مليار ونص ماشي الاخر ما عنديش انا المهم رحنا للفينال تاع البرينك هي راه غادي تعاود الماتش راه غادي تعاود الماتش في خباري بصح الا كان يجيبوا لنا قسامه ما سحقوش قسامه ما سحقوش وغادي يديو لكم كمال بلاصه قسامه
ولا الرأي المغربي؟ نشوفوا جلال. جلال تفضل. جلال تفضل. انا طاحت علي الكرش، الكرش طاحت علي من يبقى كيبكي الرأي المغربي، طيع علي الضيم. هاش يا خويا راه الغبنا، خويا الغبنا، الغبنا يا خويا الغبنا، طيرتي مني الناس الدار يا خويا. جلال مشات صغيره البريكس يا البريكس. سوين سوين قالوا مشات صغيره البريكس، باقي ما عندها عقل. ودابا دابا الاخوان شوف دابا هما ما عندهمش ثقه في نفسهم، واش اللي داخلين داخل من الاول داخل من الرشوه؟ يعني الدوله راه كتبين لك رشاويه من الاول، كتبين لك انا راه كلشي كنشري بالفلوس، ولكن وصلوا حتى عند البريكس وقالوا لها ستوب هادشي ما كاينش هنايا. غنجيو نفكروا عي شويه، واش دابا اثيوبيا اللي تيقولوا حنا الشواكر لافريك، واش دابا اثيوبيا احسن من الجزائر؟ الارجنتين الراي المغربي راه يقدر يعطيني واحد التحليل بسيط كاع الارجنتين اخويا. الراي المغربي واش الارجنتين خير من خير من الجزائر؟ على اي نهضر واحد شويه بجديه باش المهم التحليل ديالنا حنا البسيط لهذا الامر هذا. اولا السلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بالنسبه للمقارنه بين الارجنتين وبين الجزائر، الارجنتين الاقتصاد ديالها كيفوت ال1000 مليار دولار يعني ك ناتج اجمالي، بينما الجزائر ما كتفوتش 200 مليار دولار. شكون اللي راه يهضر؟ امير امير سد سبيدي المايك. ماشي بصح حاجه هكا بحالي كوم صافي سير سير كمل الراي، اسمح لي سير راني سديت ليه المايك. راي معليش، قلت لكم بالنسبه للارجنتين والجزائر لا مقارنه بين الاقتصادات ديالهم. فعلا الارجنتين عندها واحد الاشكاليه ديال انها ما كتقدرش، او الاقتصاد ديالها او حجم الديون ديالها كيكون عنده واحد الثقل كبير على الاقتصاد، ودائما كيكون عندها التعثر في دفع يعني المستحقات ديال الدين العام ديالها. ولكن الاشكال اللي كاين انه الجزائري كيعتبر ان الدوله اللي ما عندهاش ديون فهي دوله قويه، وهذا خطا، لانه اكبر اقتصادات العالم الى دخلتوا درتوا قائمه اعلى الدول المديونيه في العالم غتلقاو اقوى الاقتصادات في العالم هما اللي عندهم مديونيه. لانه المديونيه ما كتعنيش ان الدوله ضعيفه، المديونيه كتعني ان الاقتصاد ديال الدوله منتعش الا في بعض الحالات الاستثنائيه، مثل الدول اللي كتاخذ ديون باش تخلص الاجور الموظفين، او باش انها يعني توازن بين الموازنه ديال الواردات والصادرات وما الى ذلك. اما الدول الكبيره اللي عندها اقتصادات قويه كتاخذ ديون باش انها تزيد في حجم الاستثمارات، او ان ديك الاموال كتحولها للاستثمارات كتنعش الاقتصاد وكتزيد تخلق فرص ديال العمل، فبالتالي كيقوى الاقتصاد، وكتكون عندها دائما المقدره على انها تخلص هذوك المستحقات ديال الدين. الاشكال اللي كاين حاليا هو انه دابا ملي كتقول لي اثيوبيا والجزائر، هو النقطه خصنا نتفاهموا عليها انه منظمه البريكس هو واحد التحالف اقتصادي وفي نفس الوقت سياسي، والغايه ديالو هو مجابهه الاقتصاد الغربي، اللي كنقولوا الاقتصاد الغربي الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها من اوروبا وغيرهم. ولا انتبهتوا معايا الدول اللي انضمت بحال دابا ايران، ايران دوله حليفه للروس وما الى ذلك. السعوديه خصنا نرجعوا هنا نربطوها بين داك الاتفاق اللي دارت مع ايران بضمانات صينيه. هذا الاتفاق اللي دار هو اللي خول الايرانيين انهم يتقبلوا في هذه المنظمه. الجزائر كدوله عندها مشكله في ما يسمى البنيه الاقتصاديه. شنو هي البنيه الاقتصاديه؟ عندها مشكله في الرقمنه ديال المعاملات الاقتصاديه. البريكس ما يمكنش تقبل دوله عندها السكوار. شنو هو السكوار اخوتي؟ السكوار في الجزائر هو انهم ما عندهمش مثلا بحال قلتي حنا دابا المكاتب ديال الصرف. دابا انت جا عندك الدولار مثلا، جا عندك واحد السائح للمغرب قدمت ليه واحد الخدمه وخلصك بالدولار، كتمشي كتصرفها مكاتب ديال الصرف. الجزائر ما عندهمش هذا الشيء هذا، ودوك اللي عندهم مثلا بحال البنك الجزائري وما الى ذلك ما تيخلصوش بواحد الثمن اللي كيخلص به السكوار. كتلقى دائما الصرف ديال الدولار في السوق ديال السكوار اعلى من الابنك، فبالتالي الناس ما كتمشيش للابنك كتمشي للسكوار. هذا السكوار حسب ما كيقولوا الاخرين انه ما بغاوش يحيدوه في الجزائر، لانه اللي واقف عليه او المافيا اللي كتسيروا هي ديال رئيس المخابرات الجزائريه. الخلاصه بصفه عامه، الجزائر من الناحيه الاقتصاديه سواء الصادرات ديالها خارج قطاع المحروقات ضعيفه جدا، وما عندها ما تقدم للبريكس. الى راجعنا
قارنا بين الجزائر وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا افضل من الجزائر بمراحل، ومع ذلك جنوب افريقيا ما استفدتش من البريكس كما يجب، والارقام هي اللي كتهضر. اثيوبيا عندها معدلات ديال ارتفاع النمو، هذا ارتفاع ديال النمو في الحجم الاقتصادي ديال اثيوبيا مزيان، ولكن انا اعتقد انه الانضمام ديال اثيوبيا هو لغايات واهداف سياسيه، لانه هاد شرق افريقيا ما عندهمش شي دوله اللي قدوا يعتمدوا عليها من غير الاثيوبيين، لانه عارفين انه اثيوبيا بالمقدرات ديال الموارد اللي عندها غتقدر انها تكون واحد الاقتصاد اللي هو كبير في هذه المنطقه. في الغايه وفي الاساس هذا الشيء فيه تدخلات سياسيه، وكيبين انه الجزائر ما عندهاش وزن حتى عند من تعتقد حلفاء ديالها، فمثلا الروس والجنوب افريقيين والصينيين الجزائريين كيعتبروهم حلفاء، ومع ذلك هذه الدول لا تعتبر او لا تقيم للجزائر وزن كدولة اقتصادية او حتى وزن سياسي، لانه اللي كيتابعها حاليا في التعاملات، اللي كيتابع الارقام في التعاملات الاقتصادية ديال الجزائر مع الصينيين او الجزائر مع الروس، غيلقى انه المغرب اللي هو كيصنفوه على انه تابع للغرب، مع العلم انه المغرب ما تابعش للغرب الا من واحد الناحية ربما، لانه المغرب علاقته مع روسيا مزيانة وحجم التبادل الاقتصادي دياله مع الروس افضل من الجزائر، المغرب علاقته مع الصين مزيانة وحجم التبادل دياله مع الصينيين افضل من الجزائر، بل حتى انه مجمل البلدان ديال شمال افريقيا ديال منظمه البريكس عفوا، التعاملات الاقتصاديه ديال المغرب كتوصل ل 6 مليار فاصله 2 بالمقارنه مع التعاملات ديال الجزائر مع هاد الدول اللي مؤسسه البريكس، التعاملات الجزائريه هي 4 فاصله شي حاجه. فبالتالي في الخلاصه القول هاد الجزائر كتعطي لراسها واحد الوزن اقتصادي وسياسي ما كاينش على ارض الواقع، نفس المصطلحات ديال القوى الضاربه، وانت واحد غير مع يعني مشاكل بسيطه جدا من توفير ديال المواد الاساسيه مثل البقوليات وما الى ذلك. تفضلوا الخوت. انا بغيت نسولك اخويا الراي المغربي، واش شفتي التصريح ديال خويا جلال قبل ما تسول سؤال؟ بغينا نشوفوا هذا زيزو، هذا مرحبا شكون زيزو؟ افتح المايك زيزو، كيهضر المايك مسدود. زيزو افتح المايك، افتح. كيحلو عاودي ست علاش مازال في حالتك؟ الحلقه ديالو داير واحد وجدي يمكن زيد، كمل ما بغاش يسمع، كمل. قلت اخويا الراي المغربي راه هذا لافرو هذا راه قال واحد الكلمات اللي راه قاصحه، قال لهم حنا يعني محتاج الناس اللي عندهم مواقف وشخصيه قويه ضد اعداء البريكس. يعني هنا بحال اللي تيقول الجزائر انت راه ما عندكش واحد الموقف قوي ضد الاعداء ديال البريكس، راه فيها حشيان ديال الهضره اخويا الراي المغربي. الا كنتي سمعتي التصريح ديالو من بعد، هو قال ثلاثه ديال الكلمات انا بقيت عاقل على غير على هذه. لا شوف دابا الاشكال اللي كاين اخويا جلال انه دابا الجزائري كيعتقد نفسه انه يعني بلاده هي مع الحلف الروسي والصيني وما الى ذلك وضد الامريكان، ولكن هاد الروس والصينيين كيعرفوا انه الجزائر منبطحه للامريكان، واعتقد انه الرساله اللي كان صيفطها تبون وحتى حجم الزيارات اللي كانوا داروا ضغوط كبيره على النظام الجزائري، هادشي راه كيعرفوه هاد الناس راه متابعين كل خطوه، والسفراء ديالهم في الجزائر راه كيرسلوا كل كبيره وصغيره ليهم، وعارفين انه الجزائر ملي الوجه وهي في الداخل ديالها دوله منبطحه ما غتقدرش انها تواجه معاهم الغرب اللي هو في الاساس العدو ديال البريكس، لانه ملي كنقولوا العدو هو عدو اقتصادي، لانه كاين منافسه اقتصاديه على الاسواق، هذا هو الاساسي. ولكن الجزائر راك عارف ديما كيمشي بالشعارات وكيصدق اخبار الثامنه ديال اذاعه الزيغو اللي عنده. المهم اللي بغيت نقول انا، السلام عليكم كاع. شوفوا شكون طلع معنا السي نور الدين قبل. شوفوا الاول بغيتك ديرها نيت. السلام عليكم. يعني السلام عليكم. بغيت نعطي رايي في بعجاله.
دابا نشوف مثلا العقليات، انا شفنا العقليه في النظام الجزائري هي مختلفه على العقليات نتاع روسيا ولا نتاع الصين ولا مثلا كنشوفوا مثلا الامارات حليف رئيسي للولايات المتحده الامريكيه والحلف الغربي، ومع ذلك انضمت البريكس. يعني ما بقاش دابا عقليات نتاع حلف غربي وشرقي، المصلحه الاقتصاديه هي اهم حاجه. اما بالنسبه نتفقوا لان الدول اللي انضمت عندها يعني تنوع الصادرات، عكس الجزائر عندها يلاه المحروقات والتمر، من غير هذا الشيء ما كاينش. اون بليس دو سا يعني كاين مشكل نتاع خلط ما بين السياسه والرياضه واي حاجه مع الاقتصاد. مثلا شفنا المشكل اللي صرا مع اسبانيا بعد اعتراف تاع اسبانيا على سيده المغرب الصحراء ديالو، خرجوا عقد العلاقات سحب سفير والمشاكل، يعني كيخلطوا كل شيء بعضياته ما عارفوش كيعكيد كيتخبطوا يمينا ويسارا. فهذا المشكل دابا كنشوفوا على العكس، مثلا دابا مشكل نتاع مشكل كبير سياسي ما بين السعوديه وايران، ومع ذلك المصلحه الاقتصاديه اهم حاجه. اتفقوا ومع في مارس الاتفاق نتاع يعني السلام بيناتهم والمصالح ولا اخره وعلاقات ثنائيه برعايه نتاع الصين ترجمت في البريكس. فلهذا كنشوف ان العقليه هي بين جانب الاقتصاد حتى العقليه تاع النظام عمرها ما تقولها انها لا بريكس لا حتى شي حاجه اخرى، لانهم كيخلطوا كل شيء، ما كيتخبطوا كيتحبسوا على شرعيه يعني مزوره. وشكرا، هذا هو الراي ديالي. المهم غادي نرجع لواحد الحاجه اللي بغيت نقول للاخوان، هي ان الشعب الجزائري ما كانتش على الدوله الجزائريه، وحتى بعض الناس من الدوله راه ما كيعرفش شنو البريكس، اسمو داك الاسم جمون بريكس وهادي، وحنا غنوليو الطباله والغياطه وجابو هادي وكيغنيو ليلا شيء ما كيعرفوش. وثانيا ان كاع الناس اللي دابا تقبلوا كانوا متقدمين وما كانت هضرات هادي، هادو كيغنيو على والو. وثانيا ان ديك الجوله اللي مشى الرئيس ديال الجزائر يدور بلاصه يربح فيها نقاط خسر فيها نقاط، صار نقاط كبيرة في هذيك الجولة في دوك الكلمات اللي كيقولوا هذي. المشكل تصوروا وكان دازوا البريكس وكان دخلوا وكان داروا لنا فضيحة الهضرة وداك شيء، وهو لا شيء. دخل ديال واحد التنظيم كتعمل فيه في قضية السياسة داك والو، ما كتصنعش نبشة، وباغي يدخل مع ناس اللي عندهم واش ما شفتش انت السيارة كهربائية اوتوماتيك صنعها الشهر 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 غير واحد غنقولها لك، غنقول لك واحد الحاجة، راه انا بغيت نبركك بالمغاربة، راه شتي في ذاك واد ابي رقراق جيت الرباط تاعنا هذاك تاع الدار صنعوا منهم بزاف وكيلعبوا بهم المغاربه، هذوك مراركه راه خونوا دوك السيارات وكيلعبوا بهم الدراري الصغار. المهم هذيك انتاج وطني، وهذيك مصنوعه بدراهم الزوايل والبغل والحمر والبعر. هذوك دراهم تجير داروا يا رب كروسه عندها اربع جراير تاع بوسيت، تعرف بوسيت هذيك تاع المراه هذيك اللي ديال البيبي، هذيك فيها اربعه ونورمالمون يزيدوا لها قصبه فولو ملور وطبع فيها وترمي ربها للواد. هذيك هي كاروسا دبل في تاع الجزائر 2004، ما يلحق ني فيتر الكتريك ني كليماتيزور، الكليماتيزور يمد لها ربي من الهواء يدخلها من تحت كيما تاع زهره مرا تاع تبون ويدخلها من الجولات. وهذا يا ربك احسن سياره في العالم لاحسن دوله في العالم ولاحسن واقوى شعب في العالم. ربا الجزائر هذيك اللي توها يعني ملي كرارس يعني ما نجحوا لنا كرارس، ما نجح لنا طب، ما نجح لنا بريكس، ما نجح لنا منتخب، ما نجح لنا اقتصاد، ما نجح لنا راح انا في لاقي لاقي للواد يا ربك وبصبع النهار وما يا ربك النهار وما طول وما يا عمي تبون يا عمي تبون ديو الشعر من برينكس يا ربك ما حبكمش من اثيوبيا يا ربك اثيوبيا دبلتهم يا اثيوبيا دبلتكم يا تضربوا العدس ان شاء الله بالمغرف الكبيره وتاكلوا باليسر وباليمين باللاكوش وباليمين وبالشمال تيقالوا خوتنا المغاربه. وهكذا يا ربك عمي تبون زيدوا له عهده ثانيه بهكذا يعني يولي عندكم كاس العالم في الفاشل، انتم التفوق الى الاسفل.
انا توم انا ان شاء الله يا ربك توليو الشامبيون دي موند في الاخفاقات، اخفاقات وراء الاخفاقات في كل الميادين. يا ربك يقع هذا في دوله الجزائر، دوله يا ربك مليون ونص ما على باليش كاع وين كاينين هذه مليون ونص وين جابوها، وهذيك يا ربك هما دايروا كالروسيا وانت تقول لي ما يروحوش البريكس. ان شاء الله بربي البريكس هذا يتعاود يا ربك في وهران ونجيبوا كيما العاب البحر المتوسط هذاك تشفوا عليه الفيلون هذاك اللي داروا هنا الثعلب هذاك تشفوا عليه الثعلب هذاك ان شاء الله يا ربك نديروا البرينكس تما مع الثعلب ونجيبوها ونديروا الفينال ما يجيبوش قسامه. وانت راك تقول لي انا توما دوله لا تصنعون شيئا، احنا يا ربك عندنا النفط والزفط والزلط من تحت هذاك واش راه قبضنا. ان شاء الله بربي منا على ان شاء الله 350 سنه ان شاء الله بالك، باسكو حنا نتحركوا ب 400 سنه ب 300 سنه على بالك، حنا ماشي حنا كي تجيب رايس يقعد يا ربك 25 سنه ويقول لك مازال مازال خليو له الوقت مازال مازال زيدوا له يا ربك يدفنوك يتبعوك للقبر ويقول لك كوماندي في الجزائر. احكم احكم يا ربك واعطي الاوامر. هذه هي صديق اولاد وصديق لي شامبيون دي موند في كل الاخفاقات في كل المجالات، انها يا ربك دوله الجزائر برئاسه رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون راجل الزهره القعره المشعره من ظهرها. ايا اوقع على خير. ايه غنقول لكم دويتو على الارجنتين. الارجنتين رغم هاد القضيه اللي كنقولوا لها راه كاينه واحد الحاجه عند الارجنتين، عندها اكبر شركات لتربيه المواشي. فعندهم شركه دوليه لتربيه الابقار والمواشي. اثيوبيا ساعد المغرب في استثمار باش بنات جوج وزينات الاسمده. راه في ملي دارت هذاك السد منعت المعلم اسرا وداك السد راه غاد راه هي مستقبلين فيها. وهذه مهمه ديال اثيوبيا. شوف اثيوبيا في السبعينات الثمانينات كانت المجاعه، كنا كنضحكوا كيبقوا فينا راه المجاعه راه هذه. دابا وصلت تقدمات في حداتها في داخليا حتى انها ولات عندها نوع من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل وفي المحاصيل. وهذه السعوديه اللي قال الراي المغربي صحيح، ولكن غنزيد حاجه اخرى. السعوديه قررت باش تفتح العالم كامل، ما تبقاش مفتوحه على اتجاه الغرب وهاد المسائل، تفتح العالم كامل. الامارات كذلك موجوده، مصر كذلك. ايوا ايران تا هي خاشيه راسها. ايوا خوتنا انت وقع عليهم بحال وهادي وصلوا حتى لباب الدار ويمشوا في حالاتهم. هما كانوا كي الغياطه والطباله كيجيبوا الهديه وهادي البريس اللي عرفها واللي ما عرفهاش بريكس ولا هادي وهادي، وصلوا حتى الباب ويمشوا في حالاتهم. ما داروا والو، راه مسكنا راه داروا الدور ديالهم ديال الغياط والطبال. وملي كيوصل الباب كيزيد خلفها عاد في الليل كيجي الشيخات والاوركاس وهادي، اما هما عندهم حدهم الباب. وصلوا الباب تاع البريكس ومشاو في حالاتهم، وحنا نبداو نحاسبهم علاش مشاو، راهم مولفين الغيطة والطبل. وهما غريب، الدولة الوحيدة اللي عرفتها ما راه يمكن دول بحالها اللي كيهضروا عير بسوفا، غنديرو غنديرو غنديرو. واحد قبيله كيهضر هادي هادي وقال لهم ملي نفتحوا الميناء تاع المحمديه اللي هي باريكو ملي نفتحوا، وانت ما فتحتيش علاش كتحطوا لي في المقلة ملي واخا سي نور الدين. سي نور الدين انا غادي نقاطعك باش نفهموا العقليه الكرهوليه ديال الاصبع المبردع. كيفاش هاد الناس تيامنوا ان الجزائر تدخل البريكس والرئيس؟ اي اخويا سويرة تسمحوا لي دقيقه سويرة غنودعكم اخويا، تحياتي نستاذن منكم، شكرا بزاف. هذا راه سؤال موجه ليك اخويا الراي. يلاه تفضل ماشي مشكل تفضل. بغينا نفهموا اخويا الراي العقليه الكرهوليه، كيفاش الرئيس ديالهم تيقول لهم 2023 يلاه درنا اول مصنع للزيت و24 ندير لكم معمل السكر، وقبل منها كان في المنتدى الروسي لرأس المال الخارجي ويلاه تندير قوانين ويلاه تنفتح لكم والأبناك الخارجية يمكن لها تدخل ورأس المال الخارجي يدخل ويلاه تندير قوانين ويلاه غادي ندير رقمانة يلاه كل شيء كل شيء سوف 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 سوف
ولكن الكرغوليين هنا في اللايفات تيقول لك الجزائر قوه ضاربه، كيفاش هاد بوصبح ما تيفهمش ولا انا ضرني في راسي هاد بوصبح كيفاش يبقى يطلع ويهلل والتنميه البشريه ومنهم هذاك بيستاشي ديال قد قويدر زعما فهمنا اخويا كيفاش هاد العقليه الكرغوليه تتقبل تتسمع من الرئيس ديالها انهم دوله يلاه باغا تقول بسم الله وفي نفس الوقت يقول لك حنا قوه ضاربه. شوف اخي انا غادي بعد اذا سمحتوا لي نعطي واحد تعليق يعني حقيقي ومقروء ومسموع و... شوف هما داروا انيتيد شوف كاع المرشحين هذوك اللي كانوا مرشحين يتفوق كاع هاد المرشحين الناتج المحلي الاجمالي ديالهم كلشي فوق الجزائر حيت الناتج المحلي ديال الجزائر 163 مليار دولار ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي هذاك المؤشر كياخذوه على سعر البرميل الذي يبلغ حوالي 3500 دولار اي اقل بكثير من 10000 دولار مثلا في الارجنتين للفرد وهذا الشيء عاوتاني افتقار النخب الحاكمه في الجزائر للرؤيه فيما يتعلق بالحجم الاقتصادي الحقيقي ديال البلاد ما عارفينش حيت الجزائر كتعتمد بنسبه فوق 90% على صادراتها من المواد الهيدروكربونيه ومما يجعلها عرضه لعالم يمر بمرحله جديده تتحول من في مجال الطاقه ويبتعد بسرعه عن الوقود هذه وحده وهذا القرار نتاع البرينكس اللي ما بغاوش يضموا فيه الجزائر خصهم شوف ما عندهاش اقتصاد متنوع وتهي الاعتماد ديالها غير على النفط والغاز فخص الجزائر خصها تستثمر بزاف صناعات وتكتشف مصادر طاقه اخرى وخصها 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 كثير باش عاده تقدر شي نهار تحلم انها تدخل شي منظومه بحال هذه ديال البرينكس فماشي غير هما حسب لهم غير بقاو ديك الرشاوي وصيفطوا ديك مليار روح لاشين روح هما يعني باش يشوفوا بلادهم شنو فيها النقص والخصاص اللي يقدر يساعدهم هما بقاو يقوموا بديك الزيارات عندك البروتوكولات القديمه نتاع انا نمشي لروسيا وغادي من تما نمشي للصين وغادي يعني نقوم بشي اتفاقيات ولا شي حاجه نتبردع ولا ننباطح وغادي ديك الساعه تقبل فهاد الاقتصاد يعني هاد السياسه فاشله وغاديه من الفشل الى الفشل يعني خلال خمس سنين انا كمغربي وحق الله الا جيت سعيد والحمد لله لله ربي عطاها هاد الجزائر هاد التبون لانك عطاها شي راجل يمكن حكيم يمكن اقتصاديا غيخنق ولا يضيق على المغرب يمكن 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 اللهم لك الحمد حنا يمكن علينا دعوه الخير في المغرب وعطانا واخا كيعاديونا على الوحده والى غير ذلك فاحنا بلادنا رحنا فيها من طنجة القويرة ونتمنى لهم المزيد المزيد يا ربك المزيد والمزيد والمزيد من الإخفاقات شئتم أما كرهتم يا سبيدي يا جدك أنت خرط علينا بزاف حاني خلينا نتكلموا شوية السلام عليكم إخوان خويا أمير اسمح لي غندير عندك إشهار بعد ما أنا بغيت المغاربة كامل خصهم يفتحوا على هذا البريكس اللي أصبح عديكس واللي خصكم ترضقوا به المرارة البني عداس بصبع البردوع باش ما بقاش يجي حل فمو مره اخرى قبل ما يتزاد مرحبا غير هو خلص لي البوبليسيتي يا واش مع خويا ما تكونش انت عدوسي يا خويا الله يهديك على اي نجاوب على السؤال ديال اخ سهيل باش نمشي والله ما سكتش بكم غير جاني واحد التليفون نمشي نقضي واحد الغرض ونرجع على اي اخوتي وكنظن كمان راه كيفهم العقليه الكرغوليه اكثر مني باش نكونوا صريحين بحكم الاقدميه والخبره في يعني معالجه البني عداس شوف واحد الاشكاليه كاينه عند بني عداس انه لا يفهم ولا يقرا الا من رحم ربي دابا واحد ملي كيجي كيقول لك احنا دوله ما عندناش ديون وكيجي كيقول لك المغرب غارقه ديون وملي كتقول ليه واش هاد الديون اللي عند المغرب تشكل خطر على الاقتصاد المغربي عندك شي تقرير من البنك الدولي او المنظمات الاقتصاديه او المجلات الاقتصاديه المعروفه كتقول باللي انه هاد الديون اللي عند المغرب تشكل خطر على المغرب تيقول لك لا تيقول لك حنا ما عندناش ديون ومصر عندها ديون وكذا عندها ديون وحنا اقوى دوله واللي سالي خلص ولكن ملي كتقول ليه واش عندك منظومه بنكيه خارجيه كتساعد المستثمر مثلا الاجنبي او المستثمر الجزائري ملي كيكون عنده مصنع في الجزائر وهو شركه في الجزائر كتعامل في تعاملات اقتصاديه مع دول اخرى وكتكون عنده ما يسمى بالخطوط البنكيه اللي تقدر انه يحول من خلالها المعاملات الماليه كيقول لك ما عنديش كتقول لي هذا المروك اللي كتعتبره انت دوله ضعيفه راه عنده بنوك في اوروبا وعنده بنوك في افريقيا وفي دول عربيه متعدده من ضمنها تونس ومن ضمنها مصر ما كيتقبلش لك هذه الحقيقه المره
أن الجزائر متخلفة على مستوى المعاملات المالية أو المنظومة المالية البنكية، ومتخلفة على مستوى قطاع الخدمات اللي مرتبط بالتحويلات المالية. الجزائري علاش ما كيحولوش الجزائريين فلوس لبلادهم؟ عندهم واحد الابليكاسيون ما عطوش تايلاندية ولا رومانية، هي باش كيحولوا الفلوس. اما بحال المغرب دابا الكاش بلس ولا عفوا الويسترن يون وغيرها من الشركات، بكل بساطه من تليفون كتحول مباشر. هاد الناس هادو كيامنوا بما يسمى عندهم انهم قوه ضاربه، فقط لانه عندهم مثلا كيقول لك عندنا احتياطي الذهب، وعندنا حجم الاحتياطي من العمله الصعبه يقدر بكذا وكذا. ولكن كتقول ليه رخص عندك واردات اللي كتقل كاهل الموازنه ديالك، انك انت كتستورد 90% من الحاجيات الغذائيه وحتى المتعلقه بالصناعه وما الى ذلك. الى لاحظتوا معايا الجزائر كانت دارت واحد الخطوه مع خروج مع البدايه ديال الخروج من ازمه كورونا، انها اوقفت الواردات تقريبا 2800 منتوج. منعت الدوله الجزائريه اي متعامل اقتصادي انه يدير لها التوريد. علاش هادشي داروه؟ لانه الخزينه او الاحتياطي من العمله الصعبه ما بقاش، لانه كان ديك الساعه انهيار ديال اسعار النفط. فبالتالي هنا كيبين لك انه الجزائر عندها عامل واحد يمكن انه يهدد هذه البلاد كامله. ان فوا طيح اسعار المحروقات، الجزائر ما غتبقاش تلقى باش انها تستورد الحاجيات ديالها او انها حتى تخلص الموظفين ديالها من غير طباعه الاموال. فالعقلية الكرغولية ما كتقبلش هاد الشيء هادو، ما كتأمنش به، لأنها لا تقرأ بل تؤمن بالتصريحات ديال تشوكير. داكشي علاش كتلقى هاد الناس كيخرجوا مثلا الرئيس تبون أو غيره من 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 الزعماء السياسيين والعسكريين، كيعطيو البصبع البردوعي بعض الشعارات باش تسخن ليه الفرفارة حتى يؤمن بأنه قوي، ومع العلم أنه يعلم أن الوضع الاقتصادي ديال الجزائر هو اقتصاد ريعي بالتصريحات ديال المسؤولين وبالتصريحات ديال البنك الدولي اللي كيستشهد به من اللي كيبغي يدين المغرب. ولكن ملي كتقول ليه راه البنك الدولي قال لك أن الاقتصاد ديالك قابل للانهيار، تيقول لك لا، الاقتصاد البنك الدولي فيه فيه التخلويض، وهذه المنظمة هذه داخل فيها. وبالمناسبة كان عندهم واحد التقرير أدانوا فيه البنك الدولي، قالوا البنك الدولي أنت تميل لأطراف معينة لأنك خرجتي عندنا واحد التقرير لا يتلائم مع الوضعيه الاقتصاديه ديالنا. فبصبع البردوع كان كيصدق نفسه انه قوه وغادي يدخل البريكست، وقال لهم تبون 2023 غتنتهي بدخولنا الى البريكست. فانا بغيت نسمع دابا بصبع البردوع اللي عايش في هذه الزريبه اللي كيتم التبرديع ديالو كيفاش يقدر يبرر هذا الفشل هذا. واثيوبيا اللي كيحتقروها هما دخلات، ومصر اللي كيعتبروها عندها ديون دخلات، وبصبع البردوع اللي سخونه ليه الفرفاره وكيامن على انه قوه ضاربه ما دخلش، مع العلم انه اعطى مليار ونص ومشى طلب كيزاوق في الرئيس الروسي، ومشى عند الصينيين وما خلى فين مشى، يبوس في اليدين وطلب ويزاوق وينباطح، وفي الاخر ما دخلش. فكيفاش غيبرر؟ الله اعلم. فنسمعوا التبريرات ديالهم، غتلقاو لي لايف ديالهم كيفاش كيبرروا لنفسهم. تحيه طيبه والله يحفظكم الله. كاين الاخ الراي ها هو، نقدروا نسمعوا هاد الاميره ولا شنو سميتها؟ السلام عليكم. لكن ممكن واحد دقيقة؟ الله يخليك. تفضل. الرأي. تفضل. شكون اللي بغى يهضر؟ خا جيكات اخويا. اخويا الرأي، انا كنشوف انا السبب، يعني السبب تاع رفض الجزائر في البريكس هو انه مازال كنشوف انايا تابعه لفرنسا، فاهم؟ وكنعرفوا باللي علاقه روسيا مع فرنسا كتعرفوها كيف هي صراحه. وكنشوف حاجه اخرى بانه مستحيل يدخلوا الجزائر بكونها تابعه لفرنسا، وثم كتعرفوا بان يعني ما يبغوش واحد يكون شكان يكون وسط منهم، فهمتيني خير رأي. وحاجه اخرى، هو انا حضرت اللايفات تاع بونيف وهذوك، وكيفاش كيبرروا كيفاش كيبرروا هاد الخساره هادي. وصراحه وكانت صدمه كبيره وبزاف على الشعب الجزائري بصراحه، لانهم كانوا كيبيعوا لهم اوهام. كيبرروها على الاعلام تاعهم، يعني كي كيقول لهم بان المسؤوليه على الدوله ما عطاتناش
ما عطاتناش كيفاش نروجوا اعلاميا وكيفاش هذا وكيفاش هذا وكيفاش هذا. المهم انا كنشوف انا من هذا المنظور صراحه يعني السبب الرئيسي هو ان الجزائر مازال مستعمره يعني مازال مستعمره فرنسيه، وهذا هو السبب اللي خلى الرفض تاعهم في البريكس. الباب الرئيسي وراءه المخزن وراءه بريطانيا انتم وراء العدس وراء كل شيء يجري هكذا نوضي. انتم المسؤولون صدق او لا تصدق، انتم المسؤولون. يا البارطاج اي البارطاج بارطاجيو الزويل الاحمر راهم راقدين دوك، هذا وين لاشا ولا شين هذيك على الحليب والسميد، هيا دوك كلش راه عنده تليفون، هيا قيسوا لهم هذا البارطاج يا الزويلي الدب. يعني ونهضر مش نهضر على الاحرار، حاشا على الاحرار. العديكس البرينكس دخلنا فيه يا ربك، واحد الدخله الثاني دخلنا ودرنا دراها بزاف، خرجنا من الظهر نتاعه من هيه، خرجنا دخلنا ما شفنا وينو، جابوا ربنا ايثيوبيا لصقت بلاصتنا. ايثيوبيا يا ربك العديس العديس استناو انت على كل شيء يبكي يا خوتي. خوتي كل شيء يبكي 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 يا خوتي يبكي يبكي. خلونا نفوت على روسنا شويه، خلونا نقول اه يبكي يا خوتي يبكي. ورا القجع اللي دارها عباد الله، راه القجع اللي دارها الخوت. غادي نسمعكم واحد الاوديو لا بغيتو تفهموا شنو هو الاقتصاد الجزائري وماله، باقي ما ديماراش. المشكل ديالهم هو هذا، سمعوا المشكل ديالهم خصهم يشريو بدري ويدفعوا. لا غير دفع. لا اله الا الله محمد رسول الله. وواحد قال لك التعد، قال لك راه السبب هو مشيتي صغيره يا البريكس، مشيتي صغيره يا مشيتي صغيره يا البريكس، مشيتي صغيره. مشيتي صغيرة يا اختي، مشيتي صغيرة لما خليتينا يا البريكس، لما خليتينا يا البريكس. السلام عليكم. عليكم السلام نوردي. عليكم السلام. يا اخي ما تخرطوش علينا، ما كانش من هذا الشيء برك كله انتم، راه الجزائر اللي رفضت انها تدخل البريكس. اي راه البريكس اللي ضاعت لان راه مشكلة الاخ نور الدين، وانت كتعرف بان راه الا ما شاركت الجزائر في شي مظاهرة او تظاهر عفوا، راه كتكون هي الخاسرة. راه لا راه دابا البريكس هي اللي فقدت الجزائر، ماشي الجزائر فقدت البريك. هي اللي ضاعت يا اخواني الله يهديكم. ودابا انتم كتخرطوا علينا وتقولوا الجزائر بالعكس، الجزائر عندها النيف، الجزائر عندها، الجزائر لما كانت يا البريك، الجزائر عندها النيف الاخوه الكرام. على اين الاخوه الكرام؟ شوفوا خلينا نردي الاخوه الكرام، واش في اخبارك داك اللي تيكون تيجهز راسو وتيوجد راسو لشي عرس وكيبدا يعرض على الناس؟ هو كيبدا يعرض على الناس هو راه ما معروفش اصلا، ملي كيمشي للعرس كيجلس. خطيره خطيره بوليتيك يا اخو، خطيره بوليتيك يا اخو، خطيره يا البريك 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 يا يا كريستيان 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 يا ك
قول بريكس على بالك، بريكس على بالك شكون مصنوعه؟ مصنوعه روسيه وصاي، مصنوعه روسيه. ما دخلتيش عليك روسيا. مشيتي وخليتي هنا قفه بالعراوي. هاي البريكس مشيتي وخليتي هنا قفه بالعراوي. ماتي جور ورانا مصاحبين ورانا مريات ورانا مخيوشين ويا ما ورانا مبركسين والعام هذه رانا معدسين وان شاء الله نبقاو معدسين ونمدسين ويا ما وراني مريض دراما نوريهم عندهم درام عندهم اكبر نسخ اكبر. المشكله والتبديله الكبيره هو انهم مشكله والتبديله الكبيره هما انهم اربع شهور غادي ولا خمس شهور هما يهللوا وهما يوجدوا وهما يطبلوا وهما يغيطوا في الاخير قالوا لهم تعالوا يا وخاطينا مش بوليتيك يا وخاطينا يا بوليتيك يا اخويا اي حد يختار اي حد يختار روح اخويا روح يا ربي اخبارك راه طالبين باش يتعاود البريك راه المهم مؤامره لان اللي عطى النتائج هو كان سكران الاخوه الكرام اللي عطى النتائج راه كان ما عرفش يقرا ما كانوش عندهم نظر ما كانوش عندهم تحيات اخويا انا ساعي ما كانوش مسكين عندهم دادر دابا غادي يقولوا لك دابا تسمعهم غادي يقول لك راه هذوك اللي خسروا لاننا دخلنا حنا راه قالوا في لاكوب دي موند هما اللي خسروا هما اللي خسروا شي خسروا 20 على الدراهم مالك اشنو هما اللي خسروا هما يتفادوا من الجيري مالك هما يخسروا البريكس اللي خسرات راه البريكس راه البريكس اللي خسرات عندك السعر هذاك الشيء اللي بغيت تقول البريكس اللي خسرات شو حاسبت الجيري ها ندخلوا ولا ما ندخلوش حنا يا قوه غادي تبني ولا وقلتي غندخلوا قلتوا قوه وكنتوا كتقولنا غندخلوا وتشوفوا شناكم ما دخلتوش قلبت القدره البريكس خسرات خسرت هو البريكس خسرت خسرات لان ما دخلاتش لي كلوشار دخلات غير الناس اللي بعقلهم السي نور الدين على بالك راه على مقولة السي حافظ الطعراجي لما قال بأن ليست الجزائر من خسرة المونديال بل قطر أو بل كأس العالم هو خسر الجزائر الجزائر هي بل المونديال خسر الجزائر فالآن ليست البريكس من الجزائر من خسرة البريكس بس البريكس هي اللي خسرت الجزائر لأنها قوة ضاربة وأنتم تعرفوا لما تكون قوة ضاربة وتخسرها شي منظمة فأنا ذاك سيندبون حظهم وهذا يعني الآن سنقوم نحن المغاربة يوم 24 غشت من كل سنة نحتفل بي اليوم العالمي للتضافر عفوا للتضامن مع الجزائر في إخفاقها دخول البريكس واش عارف نور الدين علاش ما قبلوهمش قال لك هما ما كيدخلوش معاهم لي كلونديستان كيدخلوا معاهم مع الدول خلوني نبكي معاكم خلوني نبكي معاكم خويا الخو ما تبكيش يا خويا الجزائرية اصبر اصبر واش تكذب عليك خلوني نبكي حنا خويا كنا نعطوهم شويه من الذواب والبغوله والحمر هادو يا وجي تكذب عليكم خلوني نبكي معاكم خلوني عاود ندب يا خويا ويبكي على روحك اخويا خفف الصوت ما خليش قيد يا مراكه يا خويا مراكه خويا رايت صغيره يتوها صغيره أصحاب الدوبة براجيبان ويا الله غير بقيتوا فينا أقسم بالله غير بقيتوا في خاطرنا كي احنا عندنا الحاجه الكبيره كي حضر ابراهيم غالي الرئيس الصحراوي اكبر من مليار و مليارات مليون يحضر شوف مبروك عليك مبروك عليك غالي خويا مبروك وسير الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي مبروك عليك انت من البريك واسمع ما تبريمك اسمع انت الدويله ديالك الدواب الحمر هادو انت حمار ولا مالك انت خاسر مليار ونص وجي تقول لي انا فرحان ابراهيم غالي ابراهيم غالي شلي يعطيك زمطه في فايمك اش عندك قاع ما تعطي ابراهيم غالي قد تعطيت انت شي قبط منه شي خبرني مهندس مره خبرني مهندس مره اني كن زين على الراس اسمع نقول لك انا تقول لي انا تكلمت بس الصحراويين زمطه في فايمك تم اسمع شوي
الدواب الحمر هذا انتم بهايم ولا مالكم؟ صيفط واحد ما عندك به لا قرابه وما عندك به لا علاقه وما عندك به ما عندك به شيء وجاي تبرد على روحك الفرفاله اللي كانت سخونه عليك ضريك بردت بردت الفرفاله. احنا البريكس احنا قوه ضاربه والمغرب ما دفع الملف والمغرب ايش عندك ضريك انت مصيفط لي غويلي هذا الحمر البعر هذا اللي عندك انت جاي تخفف على روحك الله حروق البي انت واللي جابك واللي جابك انت صيفطته يقمع ويقبض شيء من ذا ويجي تخفف على روحك. حبيت برك انا مغربي وحبيت نقدم تهنئة حبيت نقدم تهنئة لي فرفالة فرفالة بردت اي 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 انا ما كنتش عارف من ما تصور مهمين لهالدرجة كيفاش عمي نور الدين؟ وانا ما كنتش كنعرف عندهم ان التصويره كتسوى مليار ونص. مشى تصور في جنوب افريقيا بمليار ونص وهذاك اللي تقلعت لهم فمو طلعت لي قلنا انا ما عرفت انا بعدا باين لي البريكس اللي ضاع لان ما جاتش قاهر الكره غيله اي باقي الغياط طالع معانا يغيط ويطبل وجه حمر طالع وجه حمر ويعاوز يضر ويعاوز يزيد يبرر راه بصراحه انا ما عندهم وجه ديال الحديد ولا ما بتاع الزنق. شوف ستة ديال الدول دازو وطون تاع الدول اللي طلبوا وحتى واحد فيهم ما قال ما جاك يقول دير فضيحه دير الغيطه والطبال ودير العرس هادي عام وما الغيطه والطبال غندخلوا في الاخر هما ما دخلوش ولا ما جريتي وعطيتي وجراو وعطيتي وهادي خاصك تكون بعدا مريض واحد شي ايامات خليتها تنسى القضيه واجد ولا راه كندون القجع اللي دوا مع البريس مع دائما الله قال لهم ما تدخلوهمش ساي بلاتي عمي نور الدين سهيل صيفط لك واحد الفيديو تلقوا لينا سهيل كتسمعني سهيل هو سهيل لا شي واحد عندي وي تنسمعك وي صيفط لك واحد الفيديو في الواتساب تلقوا لينا واخا سير كمل عمي نور الدين. المهم ان هاد الناس تقول لهم شوف هاد الحاجه قال لهم كلام تصيدوا في كاميرون تصيدوا مجموعه د الحوايج وحتى في لاكوب دي موند هما ما وصلوش وكيقول لك الاخرين اللي ضاعوا من اللي ما شاركناش فيهم وت يعني انا قالها لا تناقش مع كذاب لانه يؤمن بما يقول وتفوت ساعي واللي بحال ما بقى له عيرض لك انت الكذبه وكان عطلع شي واحد يقول لك راه انتوما اللي كنتوا احنا ما كناش نقولوا نسمعوا صافي سير شوف الكاميرا افتح الكاميرا حسن باش يبان لهم حتى اخت غير يطيحوا لك اللايف على هذا الفيديو هذا متاكد نفتح الكام غافتح ما يطيحوش افتح
نقدر نحيد لي زيكوتور نديرو. ما خرجكم صحراء يا من بحطوك في كرسي كيات من بول بجيريو حق يا سيد يا اخي باللي يا هاو مول واغنر ذاك طيحوه طيحوه بشيروخ وين؟ في الروس أعطاه بوتين بوحده نملا وش دور وحكم ذرك الجماعة انتهى النيجر زغبة العدس اللي بقات في الجزائر هذي بكش يأكلوها معكم يجيوا لاجئين يأكلوا معكم العدس يا الحمرة وكتاش تفيقا السلام عليكم. عليكم السلام. الله الله يحفظكم هذا المجمع الزين وكل شيء بخير. انا نقول غير واحد الجمله ورابط في حالي كما تيقول الشلح ديالنا. انك تبون البريكس الله يهنيك، انك تبون البريكس الله يهنيك. والله الا هادي منين كانت مخزونه عليهم راه كانوا كيهدوا راه غادي تشوفوا 2023 ساعه شناكم 2023 هزيمه من بعد الاخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اخوان لاباس؟ الحمد لله. عاودوا له الضربه د حقرونا. واش دابا هاد النظام دابا هذا كما كيقول الطاهري تحياتي سي الطاهري وضع على الله واش بيروت واش ضربوا في قد براسهم شحال مليار مشات صاحبي يخدموا بها البلاد ويخدموا دابا وقعت البركوكس راه ما بقاوش ياكلوا البركوكس عندهم نسبه البركا يتهموا بالخيانه والله ما بقاو ياكلوا البركوكس يعاود البلاد يخدم بلاده ويزيد القدام يخدم خدمه يا البعره والحمره كما قال الطاهري. عزانا عزاكم واحد اطباء الطاهري. يا الحمره وانا نقول اغلبيه الشعب حاجه الرجال على وينهم قاعدين غير يطوالوا والرخص والذل والخوف وشويه تضرب اللحم تاع الحمير ب 150 الف وين في العاصمه ماشي بولد ولايه مدرقين ولا في قلب العاصمه في زيرده وين قلب النظام يضربوا في حمل تاع الحمير ب 150 الف للكيلو شهيه طيبه واثيوبيا يا بابا واثيوبيا الصحه والراحه يا شنيا واثيوبيا ما لها بلا لا لا والو دخلت صدعوا لنا راسنا يا صاحبي يصدعوا فرقعونا ولا حول ولا قوه حاضرونا واش عرفتوا الجزائر علاش السلام عليكم البريكس السلام عليكم وعليكم السلام شكون اللي تكلم ولا شيء عندي مداخله صغيره انا سابقك لا جيبه جزائري الله يسلمك وسد المايك سد المايك اولا جوبا خليهم يعزيو في الاخوان يقدموا في العزاء بركه في راسكم من جهه البريكس الله يرحمها الله يوسع عليها معليش عزونا الله يصبركم امين اللهم امين يا طهاري رخيص عندي
فيق هذاك راه فيق صاحبي يضرب في القرص راسك يا صاحبي والله اسمع اسمع جميع خاين يموت كل كلب جميع خاين يموت كل كلب واه اللي جيت نتراجع بكم طالب حقه خاين الخاين هو اللي طالب حقه هذاك ورخيص اللي داير نعس على ضربه غفلوس الدراهم كون كتشكل بالراضي تسمع هاجي بالشر اه باش خاين البارتاج لا بارتاج لا بارتاج بارتاجي والحمر والبعر راهم راقدين دايرين لاسياس ايا ايا رحبا بكم جوبا الحمراء والبعراء ايا جوبا مرحبا بك معنا يا الحمراء والبعراء مرحبا دابا واش غادي يرجعوا لي هذيك مليار عندك عندي كلمتين معليش عندي لا تسمحوا شوف الاولى اني البريكس ماهيش ما يطلع الجزائر ما دخلتش سي با لا فان دي مود ماشي نهايه العالم هذه الاولى ثانيا عاش كراوتين والله خير الحمد لله كثير الثقه التامه في الله الامل لا في وحده ماشي في البشر هذه ثانيه والبريكس خليه يكمل كمل خليه يكمل الله يرحمه وسع عليه الله يرحمه وسع عليه قلت لك البريكس كيما دخلنا له سي با لا فان دي مود ماشي نهايه العالم ثانيا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم في خير كبير اوفيسيال ماشي ربي سبحانه وما شي هذه حاجه هذه مفروغه منها هذه مفروغه منها الاخوان هضروا ترى معقول غني ها خويا تيمو اسمع قال لك يضحكوا كثيرا من يضحكوا اخيرا اسمع كاينه معلومه جديده كاينه معلومه عاجل خبر عاجل خبر عاجل راه بريكس يعاودوا رابط بشكره جد افريقيا غادي يعاودوا انا هذه مش معقوله انا هذه مش معقوله أنا مش معقولة هذه أجوبا ورا حبس علينا الراديو هذا أجوبا السلام عليكم وعليكم السلام أجوبا أنت متمسخروش بالغاشي كيف إحنا رحنا فيها طريق أسمع قالت يضحك كثيرا من يضحك أخيرا فهمتي يا ودي من بكري نقولوها أشكو ترخيص والله تموت ترخيص في الطليان والله ها خويا ان شاء الله بربي سامحوني شي دقيقه سامحوني دقيقه باك نهضر مع جيبه دقيقه سبيدي سامحني السلام عليكم وراح نهضر وين يا جيبه حبيت نسقسيك يا جيبه على اليوم سامحني دقيقه برك سامحني يا جيبه سامحني دقيقه برك نسقسيك معليش خويا سلام معليش تفضل خويا تفضل تفضل شوف اباك راك تحكي شو ماكش تخسر وقعنا جزائري ميم ساخوس معليش تفضل خويا اذا ما عندك وجهك صحيح كثر من الكوير تاع الودن تاع لي ليفون قابل به لهنايا اباك نورمالمون ما تطلعش كاع اللايف وتقول لهم حنايا كي ما طلعناش يتما نورمال كي ما دخلوناش البريكس عادي عسى انت كرهوا شيء وهو خير لكم واش من الخير انت كعاطي ملياروشي انت ودي منحي لك من الجلد تاعك انت الجلد تاعك ومنحيهولك ومخليلك العظم او لو كان يلحق كيفاش ينحي لك لامولوسوز ينحيهولك وتقول لي عادي خويا سلف لي وجهك نضرب به دوره شغل لاني حايب شغل هاكا نركب الماسك راك مركبو انت نسلم لك وجهي والله غلا سلفتك وجهي مو نورمال عادي تحيا بلادي اول قبل كل شيء اشوف با ما تمشي او البلاد او ما ناش نحكيو على البلاد احنا ما ناش نحكيو على الارض او الارض حاشاها احنا انا نحكيو على الرخاص اللي راهم يحكمونا احنا يا سي محمد اكتب ما همش الرخاص لا يا جوبا لا ما تدوش مغالطك والله ما همش الرخاص يا اختك يا جوبا واش ما همش الرخاص واش مش رخاص اسمع سي محمد انا مانيش في الغربة ولا انا في الجزائر انا في العاصمة سي محمد انا الحمد لله يا ربي مشو ما ندخلوش في لي ديتاي شو انا ما نقدرش نكذب على روحي سي محمد شحال ويدير بلاطو بيض في بلادك شحال ويدير بلاطو بيض شوف انا نسكن في الجي باش نقول لك نسكن اكزاكتو فرايس حميدو نعطي لك لادريس اكزاكت باش ما نعييش شحال ويدير بلاطو بيض شوف الرئيس حميد ولا تمرس ولد بلادي روح تفضل الله يبارك خلي جاوبني باك شحال يدير بلاطو بيض في الجزائر ما قريب الحق ما شاف انا 50 ولا مش عارف باليش واش من 50 الف وينك عايش انت يدير 63 الف بلاطو بيض
لا 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 ما يلحقش منك. قسم لك بالله غير 63 الف انا حنا كذب عليك انايا. بالك دي دي زون انت يا مازالك في 2023 انت حاب تدخل لبريكس هاك حاب تدخل لبريكس بريزيدون كياك كيما اللي راهو عندنا غير ما تسميش بريزيدون على كل حال كان شاف دايره يبقى شاف دايره بالنسبه لي انايا. لا انا انا اسمع اسمع انا مجمعت بوصبع انا مجمعت بوصبع اللي فوطوا عليه انا فوطيت عليه بصحتك خويا. شوف الراي تاعك شوف الراي تاعك نحترمه من بصح كاين واحد الحاجه اسمها العقلانيه. اذا بعد 5 سنين ومازالك مامن بالغوله ياك تقدر تامل بابا نويل 24 ديسمبر ان شاء الله راني نبعث لك كادو يهبط بالترينو افتح برك خلي برك واسمه الاخر لا شميني تاعك يدخل تبقى شويه ما عنديش شميني عندي ما عنديش او مازال او مازال او مازال او مازال تتامن بالغوله او السيد مازال يدير لكم طوابير تروح تشري العدس العدس ما ما يقدروش يجيريوه جات شويه سخانه ما يقدروش يجيريو لي كليماتيزر راك تمسخر بيا. الناس راهي تشكي من الفيات من الفيات دايرين دي دوموند 3 موا 4 موا كاين دي لو كي بروتيجو اسمو لي زاشتور سا ديباس بلوس دو 3 موا ولا ايزون با روسي لور فيكول كاين لو حي كاين مخلص لا توتاليتي كاين لو مخلص 60% جي تحكي لي انت احكي على المغرب عباك تحشم نورمالمون تطلع اللايف كيما هذا يسون تخان دو كريي يسون تخان دافونسي اسمع 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 في بلادي انا باش نحشم اسمع اسمع خنت بلادي انا ما خنتهاش ما خنتهاش خانوها نحشم على حاكمينها او مو ما نحشم على نحشم عليها اما اللي نقول لك انتايا سي جيبا الجزائري سي جيبا سي جيبا انا اللي مقدرك تفضل الاصلاح راه ماشي خيانه مطالبه بالحقوق راه ماشي خيانه جوبا واش حنا قلنا لك لا قارب حقوقك خويا واه تقول لها تقول لها غياليش تقول لها انا بصبع وانا فوطيت تبون على بالك انت فوط على بالك انت عارفوك وحسبوا الفوط نتاعك وسمى لو كان ما فوطيتش انت بالك تبون ما كانش راح يعجب مازالت امن كيما قال غياليش بالغوله ولا كيفاش صافي انت في بالك راه فريمون يحسبوا الفوط نتاع الشعب باه يديروا البريزيدون في الجزائر فريمون تدخل لراسك انت هادي قولني جاوبني ما اسمح لي اسمع انا يا على حسب على حسب على حسب التصرفات الرئيس والخدمه تاعو جو لوي في كونفيونس توتال على بال بلي الزعيم باغي يخدم فهمت هو جا باش يخدم ما كان لازم ما طيحوا لنا كاع القيمه تاعو ما كان شوف والله مهما ديروا والله ما طيحوا لنا القيمه تاعو فهمت اجيبا شوف يفو با افوار دو لا فيرتي دي بلاسي حب البلاد في بلاصتها لامور دو لا باتري سي كالكو شوز ياك ميم صح كومون سا دي بلاسي فيف دون لي فيف كومون سا دي بلاسي خو سي محمد سي محمد سي محمد افهمني افهمني انت راك تشوف نورمال انت بريزيدون كيكون يهضر في لا تيليفزيون في اسمه في الانترفيو مع لي جورناليست خو مستوى متدني ماكاش مستوى كاع خو ماكاش متدني سي محمد بوتفليق اللي هو بوتفليقة اللي شنتر البلاد اللي تقب واش تقب ياك بصح خويا يلافي اون ديبلوماسي اليكستيريور يتجيري سوبر بيان ياك لا بوليتيك اكستيريور سي محمد جا 4 ايام 5 ايام انت تربح اللعب لجارك اللي 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 استقل لك اللي به استقليت من 56 حتى 62 هو يعاون فيك غير على جال هادي برك نورمال على ما تقصد على المغرب رقصت على المغرب تقصد على المغرب انا اقصد على المغرب يعني من اللي نحكي انا نحكي لك ديرك تعال واش انا شوف 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 ما عليه شوف 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 هو 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 الملك الملك المغربي مد يدو مد يدو مد يدو للجزائر الجزائر هو مد يدو ماشي خطره ماشي زوج ماشي ثلاثه اخوان ولا جزائريين حنا روحنا الطابله مفتوحه نقصروا ارواحنا هضروا الاخر نريح كل خمس دقائق كل خمس دقائق يرفد خمس رصاصات يخرج للصحراء يحزق على يحزق على الصحراء على على الجمال ويقول لهم انايا المناوره قوه ضاربه واش قوه ضاربه واش قوه ضاربه ان شاء الله ما ينوضوا له في النيجر انا خطاش دير في بالك باللي كيما قال لك السيد يجيو يقسموا معنا زوج عظيمات هذوك اللي عندنا وهذاك رطل العدس اللي بقى اسمع معليش انا صنت لك صنت لي هذه لا 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 صنت لي في هذه برك صنت لي في هذه شوف شوف شاش نقول لا راحت لي راحت لي الفكره روح احكي دوك الفكره راحت لي على بالك معليش اسمح لي بالك قلت لي بون شفنا باللي ايه فوالا
الملك المغربي مد يده للجزائر، هذه صح شفناها وش معناها لا علينا معليش. كيفاش يعجبها الملك البلاد يمد يده باش يعني صفحه جديده ولا كذا ولا كذا؟ لا علينا، هذوك امور في, 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 في العلالي لا علينا. ويمد يده منا والشعب تاعو الاكثر، ماشي نقول كاع الاكثريه، اللايفات ملي ينوضوهم طعن في الرئيس وسب في الرئيس وسب في الدوله وسب في الاخر، كي دايره كي دايره؟ فهمنا هذه كيف فهمها لي؟ فهمها دخلها لي في راسي خويا جيبا. اسمح لي دقيقه برك، خليني نناقشوا دقيقه نوت، اسمع بوين بار بوين. أجيبا انت كي تقول لي انت يا على الشعب المغربي، هيا انت يا دوكا طلعت نبقى نخسر لك في الكلام، ولا انت كتمشي نبدا نتبلى فيك ياك نسمعك ما لا يرضيك. حنا اللي بدينا بهذيك تاع عندكم خياتكم الدعاره في الاخر، وحنا اسمح لي مانيش نحكي لك شو بون تخان تو سيبلي، مانيش نقول لك انت يا مصح حنايا تاني كنتك عايش في الجزائر كيما راني عايش انا، على بالك باللي 70% ولا بلوس تاع لي لا جونس هادو كاع راهم يسون sous l'effet de la psycho des psychodrops, garahom ils sont déconnectés, gars sont des ignorants, gars ils ont aucun avenir, ils ont aucune fonction, ils ont aucune formation. ما كاش لي فورماسيون، ما تقدرش تكذب على روحك سي محمد. انا راني عايش في قلب العاصمه، راني عايش في قلب يوميا خويا لي سونتر ياك يجيبوهم pour des